السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفزة كبيرة جدا في أسعار الذهب اليوم الخميس بمصر خلال منتصف التعاملات اليوم 17/2/2022. قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات وزاد الجرام 9 جنيهات مقارنة بمستواه في الصباح بسبب صعود المعدن بالبورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية المصراوي. وكان سعر الجرام الذهب صعد 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، ووصل صعوده بمنتصف التعاملات لتصبح قيمة الزيادة 12 جنيه خلال تعاملات اليوم حتى الآن. وتوقع نجيب استمرار ارتفاع الذهب خلال تعاملات اليوم. وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية المصراوي أن بعض المستهلكين اتجهوا إلى شراء المشغولات الذهبية والسبائك للاحتفاظ بها كملاذ آمن خلال فترة ارتفاع الذهب لمستويات كبيرة في الأيام الماضية. وأضاف ميلاد أن سعر الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة مرهون بالسعر بالبورصات العالمية والتوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة. أما أسعار الذهب اليوم، ارتفع سعر الذهب عيار 14550 جنيه للجرام، جرام 18707 جنيه للجرام، الذهب عيار 21825 جنيه للجرام، ذهب عيار 24943 جنيه للجرام. أما سعر الجنيه الذهب، ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.